وبيعملوا ايه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا استاذ مكان، اتفضل. استاذ مكان، احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري؟ ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيت ابوهم. وبعدين هما بيعملوا كده ليه؟ مش قادر افهم. انا مش حارمهم من حاجه، ومعيشهم احسن عيشه. ولادك حسوا ان هما تهانوا قدام زمايلهم. الحكايه مش حكايه فلوس وبس يا استاذ مرجان. امال حكايه ايه؟ الثقافه، الفكر، العلم، ده اللي هما مفتقدينه فيك. طيب انا كده بقى، واذا كان عاجبهم هو ده اللي مخلفهم ولا هما اللي مخلفيني؟ يا استاذ مرجان، ولادك كبروا ونضجوا، فهموا حاجات كتير قوي، وانت زي ما انت واقف محلك سر. الفلسفه دي تقوليها عندك في الجامعه هناك؟ انا ما تقليش الكلام ده. انت بتكلميني وكاني راجل فاشل. فكر ايه وثقافه ايه؟ بص يا دكتوره، انا مشاريعي ماليه البلد وبتشغل ناس وفاتحه بيوت. التخت اللي انتوا قاعدين عليها في الجامعه دي انا اللي موردها للجامعه، كشاكيل اللي انتوا بتكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان. المال اللي بتشربوها ميه مرجان. الحديد اللي شال الجامعه حديد مرجان. الملابس الداخليه اللي انت لابساها من مصانع مرجان. لو سمحت يا استاذ مرجان تختار الفاظك كويس. زعلت قوي يعني عشان قلت لك الملابس الداخليه؟ طب يا ست ما تزعليش، الاندروير. وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخليه. هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخليه. العيال فين؟ خير يا بابا؟ بيتهيألي كفايه قوي اللي حصل النهارده الصبح في الجامعه. انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ بابا حضرتك اللي كاتب الشعر اللي في الديوان ده؟ لا يا سيدي، ما كتبتوش. اعملوا لي محكمه بقى. الشعر ده تأليف واحد مجنون، اول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر. وليه تعمل كده يا بابا؟ ازاي تشتري مجهود حد تاني وتنسبه لنفسك؟ هو يعني طلع عدل؟ ده طلع زباله. وبعدين انا عملت كده عشان ايه؟ مش عشان اعجبكم؟ عشان تفتخروا بيا زي ما انتوا بتقولوا؟ انت عارف يا استاذ مرجان، انت ناقصك شيء مهم جدا. ايه بقى الشيء اللي ناقصني ده؟ انك تتعلم. نعم؟ تتعلم. ايوه يا بابا تتعلم وتاخد شهاده. ما هو مش معقوله تبقى بيزنس مان معروف وعضو في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك. شهاده ايه ونيره ايه؟ النهارده الشهادات بتاعتكم دي ما تسويش تعريفه. لولا شغلي كنت هتخرجوا من الجامعه تشحطوا، والحكومه خلاص لا بتشغل حد ولا بتعين حد. ولما الشهادات ملهاش اي لازمه كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظركم قدام الناس. طب ومنظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص اروح اقدم في مدرسه والبس مرياله وارجع تلميذ من جديد لو ده يعجبكم. رغم انك بتقول ده بسخريه وكانها نكته، لكن لو عايز رايي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. انت ايه اللي حاصلك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي، انت مالك انت؟ يلا انت وهي على البيت. هتيجوا معايا ولا لا؟ لا. خلاص اتفلقوا كاكونيلا. خليها بقى هي تصرف عليكم. كاكونيلا عليكم وعلى لبابكم. في يا باشا بكالوريوس روسي. ده هيكلفنا حوالي 20,000 دولار. لو سعادتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي 100,000. في كمان في المجر وبلغاريا دبلومات تعادل ماجستير ودي باسعار اقل شويه. مفيش حاجه من هنا يا حسن. في بس سعادتك شخصيه عامه، ناس كتير هتدور وراك فملوش لازمه وجع الدماغ ده. يعني تاخد سعادتك ليسانس بولندي ده ممكن يوقف علينا ب 10,000 دولار بس. اسمع حسن، انا ولادي دماغتهم جزمه قديمه زي كفايه حكايه الشعر دي. وبعدين بقى لو جبت لهم شهاده من بره هيقولوا لي جبتها ازاي وكنت فين، ويقعدوا يسالوني فيها ويعملوا لي امتحان كمان. طب سعادتك شايف ايه؟ انا هاخد الشهاده من هنا ومن نفس الجامعه بتاعتهم. انا سعيد جدا بهذه الزياره. هو مرضي سيادتك في حاجه بالنسبه للاولاد؟ هم اشتكوا من اي حاجه؟ لا لا لا، المشكله مش مشكله الاولاد، المشكله مشكلتي انا. بس قبل ما نتكلم في اي مشكله، ده شيك مني كده بالمبلغ على ما اقصم لتجديد مباني الجامعه. ده شيء كتير، ده كلام زياده والله. اخباري معامل ايه؟ المعامل زي ما سيادتك عارف، المعامل بنحاول نجددها يعني. ده شيك مني لتطوير المعامل. المعامل؟ تعرف يا مرجبي؟ ايوه. قليلين اللي زي سيادتك اللي بيهتموا بمسيره التعليم في البلد دي. تعرف سيادتك انا بحلم بايه؟ انا بحلم ان انا ازرع حوالين حرم الجامعه اشجار وجناين عشان الاولاد يستنشقوا هوا نظيف. ده شيء بتاع الجناين.
يا ما شاء الله. سيادتك عامل حساب الجناين. أنا لساني يعجز عن الكلام. أنا أشكرك جدا يا مرجان بيه. أنا نفسي أعمل لسيادتك أي حاجة تؤمر بيها يا مرجان بيه. أنا عايز أدخل الجامعة عندكم هنا وأكمل تعليمي. أنا نفسي أخد الشهادة من هنا من عندكم الجامعة. ده من دواعي سرورنا. ده من دواعي الفخر للجامعة أن تكون تلميذا ملتحقا بها. هو بس في مشكلة صغيرة. الثانوية العامة بتاعتي قديمة شوية. هي من 42 سنة. 42 سنة؟ يستثنى هذا الشرط؟ أنت بتتكلم في إيه يا مرجان بيه؟ هي في الحقيقة مش ثانوية عامة. هي دبلوم لاسلكي. دبلوم لاسلكي؟ نكلم سيادة الوزير يا فندم. نكلم سيادة الوزير. إتس فيري تريفيال ماتر. دي مسألة بسيطة جدا. طب دلوقتي أنا عارف إن الدراسة ابتدت وباب الدخول اتقفل. باب الدخول حاليا اتفتح علشان خاطرك يا مرجان بيه. أنا متشكرين قوي يا دكتور. مع حفظ الله يا فندم. مع سلامة الله. ناجح وموفق بإذن الله. الامتحان النهارده ما بيقتصرش على آراء رسمية أثناء الكتابة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. في طالب جديد هينضم عند حضرتك في السكشن. ده بعد إذنك يعني. اتفضل. ده الأستاذ. عارفاه، عارفاه كويس قوي. السيد رئيس الجامعة موصي عليه توصية جديدة. يا ريت بقى سعادتك تهتمي بيه شوية زيادة. مش محتاجة توصية يا دكتور، طلبة كلهم عندي واحد. اتفضل يا مرجان. على إذنك يا دكتور. شريف قول لي يا ميهي. مرجان احمد مرجان. قولي لي يا مرمور. لا ده احنا سنتنا حلوه كلنا ان شاء الله. بس يا انكل. انكل ايه بقى؟ الحاجات دي ما تنفعش هنا طنطماي. الواد ده بيبص لي كده ليه؟ ده محمود نور الدين، مالكش دعوه بيه. ده رئيس اسره نور الحق ومحبتها قوي. رئيس اسره ايه؟ بعدين؟ لا أصل أول يوم بقى ومنتعرف على الزملاء يعني. المحاضرة مش مكان للتعارف يا مرجان، دي مش كافيتيريا. مصطفى وصل له ورقة الأسئلة. امتحان إيه؟ وإحنا لسه اصطبحنا؟ هو متضر للنار كده على طول؟ أيوة. أصل يعني مؤاخذة أنا لسه مستجد ومسخنتش يعني. اكتب اللي تعرفه. أكتب اللي أعرفه. إحنا مع بعض مهاميهم. ها؟ نشغل بعض شوية وأنا تحت أمرك في أي خدمة يعني. التليفون ده لسه جاي لي نوفي. ده بكاميرا. ده هدايا مني ليكي. ميرسي قوي. دي ورقة عشان تجاوب فيها. وده قلم. خبي كتاب، خبي كتاب، دي بصلنا. ده امتحان أوبن بوك. أوبن بوك إزاي يعني؟ مسموح نبصوا في الكتب والمراجع. طب ما التعليم بقى سهل قوي اهو. يعني مسمح لكم كده انك انتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين. وانا اقول العيال خابت ليه؟ اتفضل. ايه ده؟ مرجع عشان تنقل منه. انقل من كل ده؟ طب ما تنقلي اللي انت بايدك الحلوه. ما ينفعش. يو 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 يو. نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهاردة زهر النبي هيثم دبور. منورة بأهلها. مرجان أحمد مرجان. مورجان بيوتيفول. حد يجي الخنقة دي برجليه؟ إيه اللي رماك على المر؟ القمر منه. وبعدين أنا متأسف جدا يا دكتور. أنا الوقت سراني وأنا في المكتبة بعمل ريسيرش. وبعدين أنت متأخر ربع ساعة على المحاضرة يا عدي. أنت عارف النهاردة في إكزام. الوقت ده مخصوم من وقت اجابتك. انت ايه اللي جابك متاخر؟ الامتحان ابتدى بقاله ربع ساعه. الواد ده اتمنع من دخول المحاضرات لغايه اخر السنه.
لان اللي ما بيحترمش المحاضره بتاعته يبقى ما بيحترمش زمايله ولا بيحترم المدرسه بتاعته. انت مالك انت بتتسحب من لسانك ليه؟ انا كنت بقول يا ابله يعني عشان ما تقولش وانا مش ابله. اللي يتكلم هنا يبقى باذن. اتفضل اقعد. اتفضل يا عدي همدلك الامتحان ربع ساعه. ايه بقى تبدل الامتحان ربع ساعه؟ لا ده كوسه بقى بصراحه. اسمعي لا بقى ده كوسه بقى كوسه. انا من كوسه. هنعمل بقى شويه انت بتعمل ايه؟ فضلات بابا انا سعيد جدا ان انا شفتك هنا النهارده. برافو عدي ما تكلمش حد. بابا انا ابوك وانا حد غريب. جرين اشتغل انت بدي بقى. ها انا خلصت قبله حاجه زي الفل وبارك الله فيما رزق. انا مش قبله والورق كله بيتلم اخر المحاضره. عدي روح اقعد في البنش الفاضي اللي هناك. ايه ده الواد ده بيتكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي. خلاص بقى يا مورجان نفض يا عم. كبر الجي وروق الدي. الجي ده يا اسم الجي اللي هي جمجمه والدي اللي هي الدماغ. اه الله 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 الواد بينفخ لها في ودنها. ده واد قليل ادب. شهيصني انت وانا رسيك على الحوار كله. وشهيصك ايه وحوار ايه؟ العالم هنا كلهم عارفين انهم مقنتمين. من التنين؟ مقنتمين. هم مين دول مقنتمين؟ تامر وعلياء. مقنتمين ازاي؟ ما انت مين؟ ما تترجم بقى يا مارجان خليك كول. الله ما انت مين كده عيني عينك قدام العالم؟ يس. رايح فين يا مارجان؟ هكسر له الجي وافتح له الدي. يا ده عمال تقدم مع البنت من الصبح ومحدش مالعين. اه يا بابا حرام عليك ما ينفعش كده. كنت انت خالص مفيش دعوه خالص. مش فاهم. مش فاهم ايه؟ سايب اختك بتتقتل في الفصل وانت قاعد قافص جوافك. بي كول مان بي كول. سيبه بغباوته بسلطاته بابا غنوجه. بابا غنوجه كمان. هو ده صراع الحضارات. عندك صراع الحضارات. اونكل الحضارات. اونكل حرام يا اونكل توسو ده جميل. جميل مالكش دعوه انت. انت مقنت مع نفسك. انت مالك؟ امشي من هنا امشي خالص. انت يا مورجان انت فاكر نفسك فين؟ ايه عايزاني اشوف بنتي بتتقدم قدامي واقعد ساكت؟ عايزاني اكبر الجي واروق الدي؟ ما تكلم اخ محمود. عجبك المسخره اللي بتحصل في الفصل دي؟ انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيله والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. انها الفتنه اخ محمود انها الفتنه. ما لو كل اب ساب بنته تتقدم قدامه هنبقى كلنا قرايل. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الله اكبر.